عمرك اللاعب رقم واحد، انت الكيان، النادي الاهلي، جميع اللعيبه اللي بتتواجد فيه بيحصل ليها تغيير، في ناس بتمشي وناس بتيجي، انت الاصل، انت اللي بتعمل الاسماء، انت اللي بتكبر اللعيبه، انت اللي بتصيد كل واحد كان متواجد في كيان اسمه النادي الاهلي، انت اللي هتقف جنب لعيبتك، انت اللي هتحصل دوري وهتحصل كاس وهتحصل على افريقيا، انت اللي بايدك تقول اللعيب الصغير بقى كبير عشان انتوا راضيين عنه. الرضا طبعا من ربنا اولا، ثم الثناء والامتنان من جماهير النادي الاهلي اما تنطبق على اللعيبه. مفيش كلام احلى من ده اختم بيه حديثي مع حضرتك كابتن عمرو الحديدي، نورتني الحقيقه في برنامج سادسه على شاشه قناه الاهلي، شكرا جدا لحضرتك. شكرا يا ساره، ربنا يخليك. بشكر حضراتكم جدا على المتابعه، واستنونا في حلقه جديده بكره من برنامج السادسه. شكرا ليك.